قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع أجهزة كهربائية وتروسيكلات وأجهزة عرائس على الأسر الأولى بالرعاية بالغربية. يأتي ذلك في إطار دور المؤسسة في توفير الرعاية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية. نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية حفلاً لتقديم مساعدات إنسانية وتمكين اقتصادي وأجهزة عرائس للأسر الأولى بالرعاية. الفعالية بتاعت النهاردة دي استكمال لفعالية تانية كانت يوم 27 رمضان، كان برضو فيها جزء من توزيع تروسيكلات وتجهيز عرائس وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. النهارده برضو بنستكمل الفعاليه وبنوزع جزء من التروسيكلات برضو استكمالا، و 12 جهاز عروسه و 12 كرسي متحرك. بالتزامن مع احتفالات الدولة بتحرير سيناء، احنا كمان كمؤسسة حياة كريمة حبينا نحتفل بطريقتنا الخاصة. عرايس بنقدم لهم الغسالة والتلاجة والبوتاجاز. عندنا النهاردة حالات تمكين اقتصادي، بنبدأ نفتح باب رزق جديد لأهالينا الأولى بالرعاية. مش بس كده، احنا كمان عندنا اخواتنا او اهالينا ذوي الاحتياجات الخاصة بنقدم لهم كراسي متحركة. مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية، برضه هنقدر نقول يعني ايه الأولى بالرعاية، اللي هم المستحقين الأكثر احتياجا. طبعا ده بيتم عن طريق المتطوعين بتوعنا، بينزلهم يعملوا بحث ميداني للحالة، يتأكدوا إذا كانت هي فعلا محتاجة للمساعدات دي أو لا. بتضمن بحث من الشؤون الاجتماعية، بيبقى فيه بحث عام إذا كانت الأسرة دي محتاجة فعلا أو لا. احنا وشباب الوحدة المحلية عندنا تواصلنا وعملنا أبحاث اجتماعية لحالات الأكثر احتياجا، ومن خلال المؤسسة بنقدم الهدايا النهاردة في احتفالية للأسر الأكثر احتياجا. حفل مؤسسة حياة كريمة تضمن أيضا فقرات فنية وغنائية لرسم البهجة وإدخال السرور على الحضور من الأسر الأولى بالرعاية. تجهيز العرايس طبعا احنا بنحاول ان احنا نرسم البهجة لأهلينا وإخواتنا برضو اللي هم مقبلين على الزواج، في ظل برضو الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها برضو الشباب والعرايس. احساسي ان انا ادخل الفرحه على وجوه الناس وعلى اخواتنا واهالينا، وان احنا نكبر بخاطرهم، ده بيبقى شعور كويس جدا وجميل، بيخلي الواحد مرتاح ان هو مثلا خلى شخص موجود كان محتاج حاجه وفرح والحاجه دي جات له، فده شعور جميل جدا. واحنا كمتطوعين حياه كريمه كلنا بنسعى ان احنا نوصل للهدف ده. دعم مؤسسه حياه كريمه للمستحقين بمحافظه الغربيه ياتي في اطار حرصها على توفير حياه كريمه للمواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر.